توفيق مراسل القناة الأهلي من مقر إقامة الفريق قبل التحرك لملعب المباراة. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز أمير هشام، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي الترند في كل مكان. أهلا بك توفيق منورنا، عايزين نطمن من خلالك على آخر الاستعدادات الخاصة بالأهلي قبل مباراة اليوم أمام إنبي، خصوصا أن هي طبعا مباراة كلنا عارفين أن هي مهمة جدا، خصوصا بعد أربع إخفاقات يعني تعتبر بالنسبة لنا في بطولة الدوري، ما فيش أي انتصار لظروف مختلفة توفيق أكيد كلنا عارفينها بتتعلق بالنادي الأهلي، ممكن نكون وحشين في بعض المباريات وأيضا أمور أخرى بتتعلق بجوانب أخرى يعني، فطمنا يا توفيق وطمن كل جماهير النادي الأهلي على الفرقة قبل مباراة اليوم. بالفعل امير، بس خليني اكلمك في البدايه ان احنا حالا دلوقتي اللاعبين زي ما انت شايف كده من ورايا، يعني اللاعبين بداوا يدخلوا المحاضره الفنيه الاخيره اللي يعني بيعقدها مستر موسيماني لوضع الرتوش الاخيره على الخطه اللي هيخوض بيها ان شاء الله مباراه اليوم امام انبي في المباراه المؤجله من الجوله 15 في الدوري المصري الممتاز. يمكن زي ما انت قلت يا امير المباراه صعبه خاصه في ظروفها، في توقيتها، في كميه الغيابات اللي موجوده، يمكن اصابات بالجمله في صفوف فريق النادي الاهلي عن هذه المباراه. انت بتتكلم تقريبا خط الدفاع كامل، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، وكمان حمدي فتحي وديانج عمرو السوليه وميكيسوني طبعا بس غيابه هيطول شويه، وكمان طبعا بالاضافه للغياب الطويل لبدر بنون خلال الفتره الماضيه، كان دي كلها ظروف صعبه زي ما انت قلت كمان فيما يخص كمان الفتره اللي فاتت والنتائج. وكمان يا امير خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، قبل نهائي دوري ابطال افريقيا مباراه مهمه جدا، يعني احنا كجمهور نفسنا متاثرين بيها، واخده من تفكيرنا كتير جدا، خاصه انك عارف لغايه دلوقتي ما فيش قرار هل دي هتبقى اخر مباراه قبل السفر للمغرب ولا هيكون لسه في مباراه اللي هتكون مباراه ايسترن كامباني، لسه لغايه دلوقتي زي ما انت كنت بتتكلم كده على لجنه الحكام، فكمان لسه لغايه دلوقتي رابطه الانديه ولجنه المسابقات ما قرروش ان كانت المباراه هتؤجل ام لا، برغم موافقه ايسترن كامباني وموافقه النادي الاهلي واللي بعت امبارح برقيه يعني زي ما بيقولوا رسميه لاتحاد الكره ورابطه الانديه يطلب فيها تاجيل المباراه وخوضها في فتره التوقف الدوري المقبله. بص يا توفيق قبل ما تكمل بس الحته دي عشان مهم قوي التوضيح فيها، انا واثق ان لجنه الانديه هتاجل الماتش ده، الناس كلها في الحقيقه ناس محترمه جدا وشاطره جدا بالمناسبه وعاملين موسم جيد قوي 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 في الحقيقه، وخصوصا بعد خطاب النادي الاهلي امبارح ان هو مستعد يلعب المباراه في فتره التوقف الدولي بدون الدوليين مع ايسترن كامباني، فكل كل المعطيات بتقول ان شاء الله باذن الله المباراه هتؤجل لان مصلحه الاهلي يا جماعه بيلعب باسم مصر، يعني الاهلي بيلعب باسم مصر، فاكيد كله عايز الاهلي ان شاء الله باذن الله ان هو يكون موفق في هذه المباراه، فلازم نهيئ الظروف للنادي الاهلي، فهننتظر قرار باذن الله يكون ايجابي من رابطه الانديه المحترفه. اتفضل يا توفيق كمل. يا رب امير، يعني خليك اطمنك على الاستعدادات، يمكن زي ما قلنا في ضغط كبير جدا الوقت، انت بتلعب مباراه البنك الاهلي يعني بالظبط من يومين، الفريق يمكن اتدرب اول امس، وامس التدريب كان الاخير والرئيسي للمباراه، يمكن كان تدريب سبقه ومحاضره فيديو لمستر بيتسو موسيماني المدرب الفني للفريق كان فيه عن طريقه لعب انبي اللي الفتره اللي فاتت يمكن زي ما انت شايف نتائج اكثر من رائعه، الانبي بيقدم نتائج واداء كويسين، طبعا ده كله تم دراسته في خلال محاضره الفيديو لمستر بيتسو موسيماني. كمان اول ما نزل الفريق لارضيه الملعب كان في محاضره من كابتن صلاح حفيظ انه طبعا مباراه مهمه، طبعا كلنا مشغولين بنهائي افريقيا ولكن بطوله الدوري دي مباراه مهمه، لازم نختم بطوله الدوري وعلى الصعيد المحلي يبقى في نتائج كويسه ونحاول نختم بشكل كويس قبل ما نستأنف ان شاء الله المشوار الافريقي. يمكن كان بعد كده في تمرين طبعا بدا ببعض زي ما بنقول يعني الجمل الخططيه من قبلها سبق، وكمان بعض التدريبات البدنيه، يمكن طبعا زي ما بنقول امير طبعا يعني ضغط المباريات وكل شويه مباراه ما فيش فتره حتى انك تعمل ريكفري للفريق غير فترات ضيقه جدا، بيبقى طبعا الجانب البدني ده من اهم الجوانب اللي بيشتغل عليها الجهاز الفني عشان تقدر اللعيبه تكمل المشوار الكبير جدا من الضغط، خاصه زي ما انت شايف يا امين معظم الاصابات عندنا طبعا كلها اصابات عضليه نظرا للضغط الكبير اللي بيخوض به مباريات النادي الاهلي سواء داخليا او كمان خارجيا والسفر لمسافات طويله طوال الموسم. الفريق تقريبا بقاله سنتين يا امين ما اخدش اجازات يعني اجازات منتظمه او فتره راحه بين الدورين، لا دايما النادي الاهلي في بطولات سواء محليه او كمان في المستوى الافريقي والعالمي وكاس العالم للانديه. يمكن الجهاز الفني للاعبين حاليا زي ما قلت لك بتجرى المحاضره الفنيه دلوقتي اللي هيتم خلالها وضع التشكيل ان شاء الله اللي هيخوض به النادي الاهلي المباراه، طبعا في ظل هذه الغيابات الكبيره نتمنى ان شاء الله ان اي 11 لاعب النهارده يكونوا في الملعب ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه ويكونوا عند طموح جماهير النادي الاهلي ويؤدوا اداء بشكل كويس، وان شاء الله يكون الفوز من يعني حليف النادي الاهلي ويحقق ثلاث نقاط مهمه جدا في هذا التوقيت من الموسم يا امير، خاصه انك بتقفل بعدها الصفحه المحليه وهتروح لصفحه مهمه جدا وهي نهائي دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق ان شاء الله للاهلي في مباراه اليوم. يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من